خلال افتتاح المقر الجديد لسفارة مملكة البحرين في أبو ظبي، أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة تمتد جذورها لقرون طويلة، وأرسى قواعدها الصلبة القادة والآباء الأولون، وبناها وعززها المغفور لهما بإذن الله تعالى الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، وسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل نهجهما الحكيم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. افتتح في العاصمة الإماراتية أبو ظبي المقر الجديد لسفارة مملكة البحرين ضمن حفل شهد حضوراً كبيراً لأبرز الشخصيات المحلية والدولية، يتقدمهم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين. متشرف أني أشارك مع زميلي الشيخ خالد بافتتاح المبنى الجديد لسفارة مملكة البحرين. نعتقد أن هذا اليوم يدل على نهوض واستمرار ومزيد من التطور في العلاقة الإماراتية البحرينية اللي وصلت للكثير من طموحات مؤسسينها، الله يرحم الشيخ زايد والشيخ عيسى، كانوا حريصين على أن تكون هذه العلاقة قوية، علاقة متينة. واليوم الله يحفظ الشيخ خليفة بن زايد والملك حمد بن عيسى، نرى أن هذه العلاقة تطورت بشكل كبير، انعكست إيجابيا على مواطني البلدين، علاقة مبنية على كثير من العمل المشترك، عمل الخير والكثير من الثقة بين قيادتي البلدين، ونتمنى أن تستمر هذه العلاقة في نفس النهج لخدمة شعب البحرين وشعب الإمارات. علاقات مميزة تجمع البلدين الشقيقين في كافة مجالات الحياة، وهو ما استذكره الجانبان من خلال معرض للصور التاريخية للدولتين الذي يحكي تاريخ هذه العلاقات المميزة. ويبقى للبعد السياسي والاقتصادي مكانة هامة من خلال المواقف المتطابقة بين الدولتين إزاء كافة القضايا الدولية والإقليمية. هذه أجواء حقيقية تعكس العلاقة الوجدانية الأصيلة ما بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وأيضا مهما وصفت ومهما قلت لن تغطيها كلها، لأنها علاقات عميقة متجذرة منذ قرون بين البلدين الشقيقين وبين قياداتها وبين الآباء الأولين إلى اليوم. لا شك أن افتتاح هذا المبنى يأتي انسجاما وتكاملا لهذه العلاقات، ولقد شهدنا اليوم هذا الحضور الكثيف من كافة المسؤولين والمشاركة في هذه المناسبة لدلالة واضحة على حب وتقدير شعب الإمارات لمملكة البحرين ومشاركتها في هذه المناسبة الطيبة. وحدة الدم والدين والمصير المشترك عنوان بارز يترجم عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين لتكون علاقة مباركة ونموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية، ونبراسا للعلا والمجد تسطره صفحات التاريخ وتحفظه مواقف الرجال المشرفة. مقر جديد لسفارة مملكة البحرين ترسيخا لعمق العلاقات التي تجمعها بجارتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيدا على أهداف البلدين الشقيقين في إرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار لكافة دول المنطقة. لتلفزيون مملكة البحرين، كنان لحدو، أبو ظبي.